بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو اليوم هو حول كيفية استرجاع ملف الهوستس وكيفية الحفاظ عليه مستقبلا دون نقله للحجز من طرف برنامج حماية ايسات سمارت سيكيورتي. مع العلم ان ملف الهوستس فورة ان تعدل عليه يعتبره البرنامج ملف تروجان. اذا من واجهة البرنامج نفتح تبويب سيت اب ثم حماية الجهاز، ثم من هذا الخيار نحدد التعديل على قائمة الاستثناءات ونضع مسار الملف. أضعه هنا في ملف نصي دون الإطالة بكتابته. هذا مسار الملف. المسار الثاني هو المسار المحتمل لوضع ملف الهوست فيه للتعديل، أضعه أيضا وأضغط أوكي أوافق. الآن نأتي للمرحلة الثانية، فبعد استثناء مسارات الملف من الفحص تأتي مرحلة استرجاع الملف. نختار أدوات Tools ثم أدوات أكثر ونختار الحجز. نبحث عن مسار الملف والذي هو هنا واضح متأكد، ونعمل استرجاع هنا أو كليك يمين ونقوم بالاسترجاع. ستأتيك رسالة تأكيد، نضغط نعم. لو نذهب إلى مسار الملف نجد أن ملف الهوست قد عاد. الآن أيضا يمكنني نسخه ووضعه المسار الذي قمت باستثنائه وهو المسار الثاني. سأظهر أيقونات المكتب. المسار أضعه هنا. هذا كل ما في شرحنا والسلام عليكم.